القرآن الكريم العظيم يسره الله تعالى وسهله على عباده من ناحية حفظه، من ناحية فهمه، من ناحية تعلمه والعمل به. وهذا على العموم بشكل يعني واضح، لكن هناك بعض آية الذكر الحكيم وبعض الجزئيات والتفصيلات تدخل تحت قوله تعالى لعلمه الذين يستهلكون منهم. فالعلماء قد أكرمهم الله تعالى بالبحث والتدقيق والتبيان والتبصير حتى فهموا آية الذكر الحكيم فهما جيدا طيبا حسنا. فبعض آيات القرآن العظيم يحتاج الإنسان في فهمها إلى معرفة ما ورد في الأحاديث من شروح لهذه الآيات، وبعض آية الذكر الحكيم يحتاج إلى مراجعة ما قالته العرب وما فسرت وما شرحت به هذه الكلمات. لذلك ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن أنه قال: التفسير أربعة، فتفسير يعلمه كل الناس، وهذا ينطبق على أكثر آيات القرآن العظيم. أكثر آيات القرآن الكريم إذا نظرت إليها وأنت إنسان تحسن العربية ولو بشكل يسير تفهمه، وهو المعني بقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والمدكر هو المعتبر والمتبصر والمتفحم والعامل. قال: فنوع يعرفه كل الناس، ونوع تعرفه العرب بلسانها. هناك كلمات من لم يطلع على لغة العرب لا يفهمها، فكثير أو عدد من الآيات القرآنية تحتاج إلى مراجعة، مثلا في زماننا إلى مراجعة المعاجم حتى تعرف ما معنى هذه الكلمة. أذكر حادثة حدثنا بها بعض شيوخنا أنه اجتمع يوما مع رجل ممن ينكر أهمية تعلم العربية ويدعي ويتشدق بما يتشدق به كثير من الناس في العصور السابقة، وفي هذا العصر جزء منهم يفعلون ذلك، بقضية أننا عرب ونفتخر بعروبتنا وكذا، وينسى الإسلام. فقال: أنتم الشيوخ والعلماء تدعون أنكم تفهمون القرآن أكثر منا، القرآن واضح مفهوم لكل إنسان، هكذا يقول هذا الإنسان. فقال له: لا بأس. وخطر هكذا يحدث من حدثني عن الشيخ، قال: فخطر وقع في نفسه آية يعني في أواخر القرآن العظيم، قال الله تعالى: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. سأله قال: ما معنى القسورة؟ فنظر إليه فعاد عليه السؤال مرة وثالثة، الثانية والثالثة: ما معنى قسورة؟ فسكت. قال: ألست عربيا؟ ألست عربيا أنا؟ نعم، فسر قسورة ما دمت تعرف. فسكت. طبعا القسورة اسم من أسماء الأسد، والحمر جمع حمار، والمقصود هنا الحمر الوحشية التي تعيش في البراري. فالله تعالى يشبه من يهرب من العذاب بأنهم حمر مستنفرة، أي هاربة من شدة خوفها لأنها رأت القسورة، أي رأت الأسد مقتبلا عليها ومتوجها إليها فخافت منه وهربت. هذا النوع إذن وأشبابه، قال: ونوع تعرفه العرب بلسانها. قال: ونوع ثالث يعرفه العلماء، وهو ما يحتاج إلى تفصيل من أحكام القرآن العظيم. فقد ورد في القرآن العظيم أحكام كثيرة عن البيع والشراء والرهن والنكاح والطلاق وما إلى ذلك، والصلاة والحج. فإذا تركنا هذا الأمر لكل من هب ودب فسيفسره كما يصنع بعض الناس في زماننا ممن يسمون على زعمهم بالقرآنيين، ويقولون: نحن نكتفي بالقرآن، ويضربون بالسنة الشريفة عرض الحائط، ثم يقولون: نفهم القرآن. ثم إذا قلت لهم: أريد أن أصلي الظهر، كم أصليها؟ يقول لك: أربعا. من أين جئت بالأربع؟ هل هناك آية تفسر هذا أو تذكر تنص على هذا؟ سيسكت. وحينها يقول لك: لا أحتاج مرة أخرى إلى السنة، نحن نثبت السنة ما ثبت منا، ما دليلك على أن الأربعة في السنة ثابت إذا كنت لا تعترف بالسنة أصلا؟ فالعلماء المحققون المدققون أيضا يبحثون في فهم آيات القرآن من ناحية أحكامها وما إلى ذلك ليفسرون للناس.
قال والرابع، النوع الرابع الذي سرده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال والرابع لا يعلمه إلا الله. قال العلماء هو من المتشابه، الله سبحانه وتعالى قال منه آيات بينات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال مثل ماذا هذا؟ مثل الأشياء التي تذكر صفات الله عز وجل. فالله تعالى وصف نفسه فقال الرحمن على العرش استوى. لو جئت إلى كلام العرب أو كذا أو كذا فحاولت أن تفسر، لابد أن يخطر في قلبك شيء من تشبيه الله بخلقه. الله تعالى قال يد الله فوق أيديهم. الله تعالى قال عن سفينة نوح تجري بأعيننا. فهذه الآيات إذا الإنسان هكذا لم يتمعن أو حاول أن يفكر ويقيس، البشر هكذا طبيعتهم، يقيس ما هو مسموع على ما هو ملموس ومحسوس. فيذكر العرش يخطر بعرش الملك الكبير مثلا، يذكر أعيننا، أعيننا تجري بأعيننا، نذكر أعيننا هذه. فقد يقول الشيطان لنا إذن والعياذ بالله عين الله تعالى كعين البشر. قال هذا النوع لا يعلمه إلا الله. لذلك العلماء رحمهم الله تعالى لما جاءوا إلى هذه الآيات يسمونها الآيات المتشابهات أو آيات الصفات، أي صفات الله عز وجل، قالوا نجريها كما وردت في القرآن ولا نشرحها. تجري بأعيننا، بأعيننا كيف؟ لا كيف. ماذا؟ لا ماذا. لا يوجد شيء هذا يفسر هذه الأشياء، هذه يعلمها من أنزلها سبحانه وتعالى. خطر هذا الموضوع سبحان الله تعالى وقع في قلبي الآن في الصلاة في كلمتين مررت عليهما. قرأت آنفا أواخر سورة الأنبياء، الله سبحانه وتعالى ذكر فيها عن سيدنا يونس فقال وذنون، وهو لقب يونس عليه السلام، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الكلمة اليسيرة وهي قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، أذكر في مقدم حياتي وكثير من الناس شأنهم كشأني، أقول كنت في نفسي حينها، كنت في أول الحياة يعني، لما أقرأ هذه الآية أقول سبحان الله، الله لا، استغفر الله، الله لا يقدر على يونس، سيدنا يونس يظن أن الله لا يقدر عليه، هو نبي من أنبياء الله، شلون يظن أن الله لن يقدر عليه؟ لن يقدر عليه، إيه نحن البشر العاديون البسطاء المؤمنون يعني نعرف أن الله يقدر علينا، هذا يعني كان يخطر في بالي. ثم أكرمني الله تعالى فلما دخلت في العلم وكذا وكذا نظرت، فهذا فهم قد يخطر في بال الإنسان بسبب سذاجة قلبه وبساطة تفكيره. قال العلماء لن نقدر عليه تحتمل معنيين، الأول أي لن نضيق عليه، والتضييق هنا بمعنى أنه لما ترك قومه بعد أن أمره الله تعالى بدعوتهم فلم يستجيبوا له، ظن أنه قد كلف بدعوتهم لهذه المرة، فإذا لم يستجيبوا فقد أسقط الأمر عن نفسه، يعني أدى واجب الله عليه، فظن أن الله لن يضيق عليه فيأمره بتكرار وإعادة هذه القضية والدعوة إليهم مرارا وتكرارا. هذا معنى أول ذكره العلماء. والمعنى الثاني فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نقدر عليه الابتلاء والشدة بأن نجعله يدخل في بطن الحوت فلبث فيه. سبحان الله، قال في نفسه، وقع في نفسه، قال الله سبحانه وتعالى أمرني وبلغت، هل سيبتليني كل هذا الابتلاء؟ لم يتوقع ولم يتصور أنه سيقدر عليه، يقدر أو نقدر هنا بمعنى نقدر يعني نحتم عليه الابتلاء الذي أصابه. فالإنسان العادي قد يمر على هذه الآية فيفهم كما فهمت أنا في يوم من الأيام، وحاشا لله، أعوذ بالله، هذا الفهم يودي إلى الكفر، الله تعالى لا يقدر على مخلوق من مخلوقاته سبحان الله. آية أخرى بعد آيات من هذه الآية، قال الله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. الحرام هنا بمعنى الممتنع، وهو أصل معنى كلمة حرام، إذا قلنا حرم الشيء أي امتنع، هذا أصل معناه في لغة العرب.
حرام بمعنى ممتنع. ما الممتنع؟ قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ممتنع على هؤلاء القرية أي سكان القرية عدم رجوعهم، لا يرجعون يعني عدم رجوعهم. فالممتنع عدم رجوعهم يوم القيامة. إذا هذا ممتنع، فما الواجب إذا؟ إذا الممتنع عدم رجوعهم، فالواجب إذا رجوعهم. هذا الأمر يحتاج إلى تمعن تفكر، يعني الآية شوي يعني إذا ما تفكرت قد لا تفهمها. ما الحرام؟ ما الممتنع؟ عدم رجوعهم. عدم رجوعهم يعني عدم عودتهم وخلقهم مرة أخرى يوم القيامة. هذا الممتنع. الممتنع أنهم لا يمكن إلا أن يرجعوا. إذن فحرام على قرية أن يمتنع عدم رجوعهم وبعثهم يوم القيامة. بالمقابل الحلال الواجب المطلوب أنهم سيبعثون ويرجعون يوم القيامة. فكثير من الناس، أقول أيضا كل هذا أحبتي لأنني أرى وأسمع كثيرا من الناس يدعون فهما للقرآن العظيم ثم يخبطون فيه خط عشواء ويقولون في القرآن برأيهم ويأتون بتفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان. بعض هذا الذي أقوله يصنعه أناس يزعمون أنهم دعاة في هذا العصر، ثم يقولون كل يوم ينشرون كلاما حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فيقولون الآية الفلانية كذا كذا تعني كذا وفيها إعجاز في القرآن الكريم من ناحية العلم الحديث اكتشفه. ثاني يوم أجد له بحثا جديدا، ثالث يوم، عشر يوم، قال نعم القرآن فيه هذا الإعجاز، قطعا فيه هذا الإعجاز، ولكن هل تجزم أن ما وصلت إليه أنت أو غيرك من هذه الفكرة العلمية أو النظرية العلمية هي المعنى المقصود بهذه الآية القرآنية؟ قال يعني لو ثبت بعد فترة أو مدة أن هذه النظرية العلمية التي فسرت بها هذه الآية القرآنية ثبت أن هذه النظرية غير دقيقة، غير صحيحة 100%، فيها بعض الأخطاء أو عليها بعض الملاحظات، وأنت فسرت الآية بهذه النظرية ثم تبين خطأ هذه النظرية، ماذا نقول الآن؟ نقول والعياذ بالله القرآن أخطأ أم النظرية غير صحيحة؟ سيتبادر إلى أذهان كثير من الناس البسطاء أيضا أن والعياذ بالله تعالى أن القرآن إذا خطأ وأنه غير صحيح وأن ما جاء به غير دقيق. لماذا؟ لأنه فسر هذه الآية بهذه النظرية. هل هي قطعية الثبوت هذه الفكرة العلمية التي جئت بها من الاكتشافات العلمية في عصرنا الحديث؟ قطعية ثبوت لا يتطرق إليها الخلل، أجمع عليها كل العلماء المعاصرون؟ قال لا. إذا كل يوم تأتي والناس تبهر، شوفوا هذا الباحث الحقيقي، هذا العالم الحقيقي، يا أخي هون عليك أنت إما أن تشك وإما أن تؤمن. يعني إما أن تؤمن أن هذا القرآن كلام الله فلا تحتاج إلى مليون دليل، كل يوم دليل، وإما أن تشك. فإذا شكت ثم جاءك كما قلت إنسان فقال هذه النظرية ثبت خطأها، ستترك الإيمان مطلقا والعياذ بالله، سترجع إلى الكفر. إذا حينها سينطلب الأمر عليك رأسا على عقب، أنت في الأصل متردد وشاك، ثم ثبت الآن أن في هذه النظرية شاك وفسرت الآية لك بهذا الترتيب، فستظن أن القرآن خطأ. لذلك هذا التسرع الذي أراه من بعض الدعاة ومن بعض المهتمين بهذه القضايا، أنا في نظري وأنا عبد ضعيف الخطاء أجده خطأ. ما ثبت قطعا وأجمع عليه العلماء وهو قريب من كلام العرب ويمكن أن تؤول به الآية حيها لك، وتختم إذا قلت عنها شيئا بعد ذلك تقول والله أعلم ولا نجزم، رغم أنها يعني كما قلت يعني شديدة الدقة. أما كثير من الأفكار العلمية المطروحة هي مجال بحث وأخذ ورد، فكل يوم أفسر آية بفكرة علمية جديدة، كل يوم أسمع بعض الناس يفعلون هذا. يا أخي تمهلوا في هذه القضايا. وبعض الإخوة المفتونون بهذه القضية والمغرمون بها كل يوم يبحثون عن هذه ويظنون أن من يبحث فيها عالم لا يشق له غبار، جزاه الله خيرا إن كان قصده حسنا، أنا لا أتهم أحدا، قد يكون قصده حسنا وقصده خدمة الإسلام وتفسير القرآن، ولكن هونا فإنني أن أضع إنسانا بفهم عام للقرآن خير من أن أدقق له بتفصيل جزئي قد لا يكون صحيحا ثم يرتد عليه وعلى إيمانه. فالقرآن يا أيها الأحبة حبل الله المتين،
من تمسك به نجا، ولكن يحتاج الأمر كما قلت إلى علم حتى يستطيع الإنسان أن يلم بفهم متزن متسق لهذا الكلام المبين. رزقنا الله تعالى فهم كتابه والعمل به.